ودى العم ودى العم انا قدمت للمهتمة ودى العم ودى العم انا قدمت للمهتمة انا قدمت للمهتمة خدت الشال ولف الحمة وإنا ركنا بابايا يا البابايا وإنا ركنا خلقوك لي بهدايا وإنا ركنا يوم الجمعة قالوا جيتنا قالوا جيتنا والي جيتنا يوم الجمعة قالوا جيتنا قالوا جيتنا والي جيتنا قالوا جيتنا والي جيتنا دين ده شمعة طوي بيتنا وإنا ركنا بابا يا البابا يا وإنا ركنا خلقك لي وحدايا سي سمي Somehow.
سمحة سمحة أي من نارك أنا أي من نارك أنا سمي أي من نارك أنا سمي أي من نارك أنا أي من نارك أنا أي من نارك أنا سي سمي آلاف التبريكات للأسرتين وللعروسين وللأسرة الجديدة وهذه البداية الموفقة ونقول بيت مال وروضة عيال وبكل حب بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير إن شاء الله بالمال والبنون. أحبتي الحضور الكريم بنرحب بكم مرة تانية وبنقول لكم أهلا وسهلا بكم وزي ما احنا محتفلين برودة ودين ونقول آلاف التبريكات. عروستنا سمحة سمحة جدا وأحلى حاجة فيها أخلاقها، الناس دي كلها دايرة تشوفها، لكن مما دخلت كل الناس شكرت للبطن أجابتها وللأيدي ربتها. فبنقول ألف مبروك لأسرة العروس للتربية الجميلة، لأنه لو ما كنت حضورا جميلا ما كانت رودة هنا. تحية كبيرة لأسرة العروس يا أخواننا، ألف مبروك بجد، وتحية طيبة لود الرجال وأهله وأخوانه والسند وكل الأصحاب والزملاء. لو ما النصيحة الجميلة ولو ما التربية الفاضلة الودة ما كان بقى الاثنين، الليلة عريس ومبارح أحلى كابتن. Congratulations my brother، ألف مبروك. للناس اللي ما عارفة ولدنا ديتو قاعدين تسوقوا ناس جنفيات ناس اي سي تي ناس منو قاعد يسوق طيارة يا مان. وعروستنا بعد كده عشان الناس اللي بتحبها وبتشوفها الدائرة دايما تشوفها، يعني متعوا نظركم بيها من الليلة، لأنه الأيامات الجاية ده بعد كده ما حتلقوها. She will be always flying. She'll be there on air. تم بس باسمها الرودا. She was passing here. She was just here. She has been here but you will never see her قريب تاني. خلاص ما في مشكلة. ود أويل لطارباها بعيد وأكيد ما يعزها إلا ود أويل. تحية لكل شباب أويل يا جماعة. ويعني أنا بعد الميك اب السمح اللي عملته له وطلعت برا ود أويل كان كمان قال لي سكسي أنا ما حرفض. فسو ألف ألف مبروك. يمكن مراسمنا ما حتكون كثيرة، إحنا الليلة جايين فقط ننطرب وبعدين دايرين العريس يفتح الوش السمح ده في زمن آخر عشان تشوفوها معانا. يعني ما ممكن إحنا نقوم نلم عروستنا برانا، فما في مشكلة حنخليكم تشوفوها معانا. ففي حاجة تانية أنا عرفتها، إنه فعلا العريس من أويل ووالدته من أويل والعروس من أويل، ولكن شكلت وجملت هذه الأمسية خيلان العروس. تحية طيبة لأحلى مملكة، حضورا أنيقا جميلا لناس تنتا تشولو، أهلا وسهلا بكم حضورا أنيقا جميلا مميزا في هذه الأمسية. ناس المك تحية طيبة يعني. فأهلا بكم يعني في ضيافة أويل، لأنه يمكن أويل واخدة ثلاث أرباع المناسبة، فإحنا أنتوا هنا ضيوف نقول لكم أهلا بكم حضورا جميلا أنيقا. إذا في الأمسية دي ما حيكون لنا كلام، ولكن حعيد الميكروفون للجميلة، هي برضو بتلمك يعني ها؟ ضيوفنا يا للمك وفنانة كمان بتلمك داليا فيليب حتكمل معانا والشطلي. إحنا إن شاء الله حنشوف وش العروس. Okay, for those who doesn't understand Arabic, actually we are in Hina party of Roda and Deng, and you're highly welcome. Actually, it's a traditional event used to happen in our families as a Sudanese. So this is one of the most beautiful events or occasions happens before the big wedding. So you're highly welcome. Enjoy with us. If you see them dancing or singing that kind of classic Arabic, don't worry, you can just be there jumping. You can enjoy with us.
So this is a small translation for you to actually enjoy with us this beautiful night. ألفي مبروك لحبيبتي. قالوا الما عندها شلكاوية حياته كله وحمية. الشلك حلوين يا جماعة. بنات المكلة أي زول. والمالقة والدويل المالقة. أولاد دويل سمحين. حلوين وراغين. سمح. بناتنا مشوار من وقع ومقطوع على القلب الشفيع أنا شلت ريتك يا مناي داريت في قلبي الرقيق بناتنا مشوار من وقع ومقطوع على القلب الشفيع يا روح لو
لمعت زيك ورا العشاء ريتك جميل صعب لو فيه خير ما كان مشى صدق ريتك جميل صعب لو فيه خير ما كان مشى قلبك تربي بالثقات حصل بصوت دجن العشاء يا اخواني شوفوا الحصل قال حسي بيضربوا بيه دايري دايرة الاشتراك باسمي بين النظر باسمي بين النظر شلو بنسمع كلنا سبقتكم تعبانا كلنا فوق شعل اولاد قرق لا يزول يا اخواني شوفوا الحصل
الحس بيضربوا بيوسع أولاد ويل بيضربوا بيه بالمثل دراج الرادة بيضربوا بيه والوسل دفيا ويل بيضربوا بيه والوسل دراج الرادة بيضربوا بيه والوسل يا الطيران جعل الطيار ما في كلام يا البايلوت بيضربوا بيه والمثل ديل أخواتك بيضربوا بيه بالمثل كنا أول سبيه أول راغية ما دين أول تمام ناسا مركتين ده ناسا ويل بيضربوا بيه المثل أكيج الأمريكي بيضربوا بيه والمثل أكيج الأمريكي بيضربوا بيه والمثل أخو العريس بيضربوا بيه والمثل يا ملك تمام ما في كلام يا يوم غور بيضربوا بيه والوسل يا شعليو شعل صاحب العريس يعني غور تمام يوم غور بيضربوا بيه والوسل عليك بيضربوا بيه والوسل الشعل عليك يا حبة بيضربوا بيه والوسل ده يحيى الملك بيضربوا بيه والوسل Get the ball.